الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام، وأيامكم سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أن أسأل الشيخ العزيز التاج راسي وقرة عيني. يسلم راسك وتسلم عينك، الله يخليك، الله يبارك فيك. أسلم على الأستاذ الدكتور عبد الحميد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول بعمرك، اللهم يطول بعمرك إن شاء الله، ويوفقكم ويطول أعماركم ويحسن أعمالكم إن شاء الله. أنا طبعا من أشوفك على الشاشة أعتز بيك جدا جدا، وأنت رجل مؤمن بالله، وأنت رجل يعني أحبك كثير والله، لأني يعني أراك على الشاشة، ولكن أنت رجل طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لضيفك الكريم حضرة الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبيدي، جزاه الله خير وجزاء المحسنين. شكرا. المشاهد علي من البصرة حقيقة وليس من بغداد. نحن مأمورون أن نعبد الله عز وجل، لأن أصل خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقد خلقنا لعبادة الله، والعبادة معناها طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى الله. جميل. وقد فرض الله علينا عبادات خاصة، أول هذه العبادات البدنية وأهمها هي الصلاة، حتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الكفر، هو الصلاة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد اختص بها علم الكلام أو علم التوحيد أو علم العقائد، يعني بحثها ليس في جانب الفقه، وإنما بحثها في الجانب علم الكلام والعقائد، الربوبيات والإلهيات والنبوات والكتب السماوية، هذا مسألة قد اختص بها علم واسع جدا في ديننا، ويسمى علم الكلام أو علم التوحيد أو علم العقائد. أما الأربعة الباقية فقد اختصت عند الفقهاء وعند الأصوليين بأنها العبادة، ولذلك أي كتاب فقهي ولأي مذهب من المذاهب يبدأ في باب مباشرة العبادات، والفقه يشمل العبادات والمعاملات، فإذا يبدأون بباب العبادات. وبما أن أولى العبادات وأقوى العبادات وأهم العبادات في دين الله سبحانه وتعالى الصلاة، بدأت كل كتب الفقه بكتاب الطهارة، يعني كيف يكون الإنسان طاهرا ويؤدي الصلاة، كل كتب الفقه على هذا. نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي حبيبي. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.
خشب الخشب الطين الطين معاذ معاذ اسحب برا اسحب دولة الإرهاب وحضرت الأنبار فقدت علما من أهل رحمتك يا رب الرحمين. اللهم ثبت بالقول الثابت حتى تبعث الأمام بين الجنات اللهم افرغ الصبر والسلوان على أهلي وطلابي وذويه ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم وارحم أموات الحاضرين وأموات المسلمين في هذه المقبرة وجميع مقابر المسلمين. اغفر لهم ولهم وأنت الغفور الرحيم وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقدنا اليوم عالم من علماء الأمة الإسلامية وعالم من علماء العراق ونجم ساطع في سماء هذه المعمورة، وكان لفقده الأثر الكبير على العلم وعلى طلاب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم ما فقدوه. تميز هذا العالم وهو الشيخ الدكتور عبد الحميد العبيدي مع علمه ومع فقهه ومع دروسه ومع ندواته ومع بشاشته بين الناس، تميز هذا العالم بأنه كان يدعو دائما إلى الوحدة والتوحد وإلى لم الشمل، وكان يدعو أيضا إلى الوسطية. العالم الإسلامي فقده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب. الأخ أبو زكريا، على المسلم أن يكون أكبر من مصائبه. الله الله الله، عليه أن يكون أكبر من مصائبه، فإنه أقوى بهذا، لأن أمله ليس في الدنيا وإنما أمله في الآخرة. أخي المسلم أكبر من مصيبته مهما كان. هؤلاء يريدون الدنيا ونحن نريد الآخرة، والله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن قال وترجون من الله ما لا يرجون. هذا تعليل لرسول الله ولأصحابه أن يكونوا أعلى من مصائبهم. صحيح الأخ الكريم، القتل كثير والأسر كثير والسجن كثير، والاستعمار لم يبق شيئا لهذه الأمة إلا وسلبه ويريد تدمير البلد، لكن نسأل الله عز وجل وهو أقوى منهم. هم يقولون من أقوى منا، من أشد منا قوة؟ أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الأخ الكريم أبو زكريا، نحن نكبر فيك هذه الروح الوطنية الشريفة العالية وهذه الأحاسيس الرقيقة، لكن لنا رب يسمع دعاوانا، ولذلك أكثروا من الدعاء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تبدو الحلقة ساخنة دكتور. على كل حال ساخنة أو باردة، المهم أنه نقول الحق. ما أراده الله سبحانه وتعالى كل الخير فيه.
نسأل الله أن يديمكم سراجا يقتبس منه المؤمنون طريق الهدى إن شاء الله. نسأل الله ذلك وادعونا بخير إن شاء الله. الشيء المحزن بأننا نودع يوما أو بعد يوم علماء من العراق، قبل أيام ودعنا الشيخ المرحوم محمد محروس الأعظمي، واليوم نودع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي الذي كان معطاء في علمه سواء كان في المساجد أو في الفضائيات على مختلف أنواعها منذ سنين عديدة، وتخرج على يديه مئات الطلبة وآلاف الطلبة من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وختم عمله بالفضائيات وفي الإفتاء في كل أنحاء العالم الإسلامي. ندعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كان معطاء في علمه، كان معطاء في أخلاقه، كان رحمه الله سلسا في تدريسه وخاصة كتب الحنفية، وكان يحفظ أكثر كتب الحنفية، وكان جديرا بتدريس مادة الفقه المقارن في كل الكليات التي درس بها. كان معطاء في تدريسه في كافة العلوم سواء في الفقه أو في الأصول الفقه أو في بقية علوم الآلة. ندعو الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وعزاؤنا بوفاة رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، وعزاؤنا بوفاتك يا أستاذنا الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.